أهلا بيكم في أول حلقة مع الفيلسوف. دايما بيكون عالم الأشكال عالم معروف عنه إن هو خياله مفتوح، عالم كبير أي حد ممكن يدخل فيه ويطلع منه بأي شكل بأي صفة هو عايزها. يعني مثلا لو احنا جبنا ورقة وقلم وحبينا ان احنا نعمل شكل تكون كل ناحية منه قد بعض بالظبط، اولا هنبدأ بثلاث نواحي فنعمل شكل ثلاثي اللي هو المثلث، وبعد كده هنزود ناحية فنعمل شكل رباعي اللي هو مربع، وبعد كده هنزود ناحية فنعمل شكل خماسي، وبعد كده شكل سداسي، شكل سباعي، شكل ثماني، ممكن حتى نعمل شكل من 100,000 ناحية، مليون ناحية، ممكن نقعد نزود في النواحي زي ما احنا عايزين من غير ما نخلص. السؤال هنا بقى، هل دايما بيكون عالم الأشكال عالم سهل قوي كده؟ تعالوا كده نحاول نطلع من الأشكال اللي بتترسم على الورق وندخل على الأشكال اللي موجودة في العالم الحقيقي. المجسمات، الأشكال ثلاثية الأبعاد، مع المجسمات النواحي بتكون مش من الخطوط، النواحي بتكون من الأشكال. تعالوا نعمل مجسم تكون كل ناحية منه نفس الشكل بنفس الحجم بالظبط. هنجيب مثلث ونحط على كل ناحية بالمثلث مثلث تاني، كده نبقى عملنا شكل اسمه التتراهيدرون. لو لعبنا بالمثلث شوية كمان هنعرف نطلع بمجسمين اتنين تانيين، الإيكوساهيدرون والأوكتاهيدرون. بعد المثلث هنطلع على الأشكال الرباعية، هنجيب مربع ونحط على كل ناحية من المربع مربع، كده نبقى عملنا المكعب أو الهكساهيدرون باسم العلم يعني. وبعدها هنزود ناحية ونجيب الشكل الخماسي ونحط على كل ناحية من الشكل الخماسي شكل خماسي تاني، كده نبقى عملنا شكل اسمه الدوديكاهيدرون. بعدها المفاجأة الكبيرة، المفاجأة اللي اكتشفها العلماء والفلاسفة من أكتر من 2000 سنة، مفيش أي أشكال تانية إحنا نعرفها ممكن يتحط في كل ناحية منها نفس الشكل وتعمل مجسم، وبكده تكون كل المجسمات اللي ينفع تكون كل ناحية منها نفس الشكل بالظبط هم الخمس مجسمات دول وبس. إن المجسمات الممكنة معدودة قوي كده كانت فكرة مثيرة جدا، فكرة خلت كتير من الفلاسفة يفتكروا إن المجسمات دي أكيد مجسمات مميزة. وعلى رأس الفلاسفة دول كان الفيلسوف الكبير أفلاطون. أفلاطون افتكر إن الخمس مجسمات دول مش موجودين صدفة، وإنهم موجودين بصورة صغيرة جدا جدا إحنا ما نقدرش نشوفها بعينينا، والمجسمات الصغيرة قوي دي هي المجسمات اللي مصنوع منها المواد الطبيعية الأربعة اللي كانت معروفة ساعتها، الهواء، المية، الأرض، النار. التتراهيدرون مجسم صغير والحواف بتاعته حادة قوي، لو جه عليك أكيد هيأذيك. أفلاطون استنتج إن هو ده المجسم اللي مصنوع منه النار. الأوكتاهيدرون مجسم خفيف والجوانب بتاعته تخليه ممكن يحتك في بعضه بسهولة، أفلاطون استنتج إن هو ده المجسم اللي مصنوع منه الهواء. الهكساهيدرون مجسم متزن، مجسم سهل إن هو يتصف جنب بعضه، أفلاطون استنتج إن هو ده المجسم اللي مصنوع منه الأرض. الإيكوساهيدرون أكتر واحد فيهم ليه زوايا، لو حاولت تمسك المجسم ده أكيد هيتزحلق منك، أفلاطون استنتج إن هو ده المجسم اللي مصنوع منه المية. بس ثانية واحدة، إحنا كده قلنا على الأربع مجسمات وربطناهم بالمواد الطبيعية الأربعة، بس لسه متبقي مجسم واحد، الدوديكاهيدرون. المجسم ده راح فين؟ وهنا أفلاطون استنتج إن في مادة خمسة إحنا ما نعرفهاش. المادة دي هي الفضاء الخارجي، والمادة الخمسة دي أكيد هي اللي مصنوع منها المجسم ده. نظرية المجسمات دي اتشهرت عند كتير من اليونانيين وكتير من الناس التانية، وبعد أكتر من 2000 سنة قدرنا إن إحنا نكتشف بالتطور العلمي إن أفلاطون كان صح في إن المواد الطبيعية فعلاً مصنوعة من مجسمات صغيرة قوي إحنا ما نقدرش نشوفها بعينينا، بس كان غلط في إن المجسمات الصغيرة قوي دي هي المجسمات الخمسة. ولحد دلوقتي ما زال لغز المجسمات الأفلاطونية الخمسة موجود، ظاهرة غريبة بالنسبة لنا وسر كبير من أسرار وعجائب عالم الأشكال. وفي النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا وتفلسفتوا، وأتمنى إنكم ما تنسوش تتابعوني. أشوفكم كلكم على خير ومع ألف سلامة.